منورانا يا ساندي النهارده في اخبار اليوم. ميرسي، انتوا اللي منورين. مبارك لك النهارده على خطه جيمي، وعايزين بقى نعرف ساندي هتقدم لنا ايه في خطه جيمي. والله انا مستنيه تشوفوا وتقولوا رايكم، ويا رب يعجب الناس يا رب. يعني خطه جيمي هي فكره الفيلم جديده شويه على السينما، تميل الى الديزني ستايل شويه، فيا رب يعجب الناس. يعني اول تجربه تمثيل بالنسبه لساندي، شفتها ايه بعد ما خلصت الفيلم؟ والله انا مبسوطه، يعني الحمد لله راضيه عن ادائي الى حد ما. اكيد المراحل الجايه هكون بروفيشنال اكتر، بس انا راضيه عن ادائي، مش حاسه ان انا قصرت واشتغلت كويس، ويا رب اهم حاجه حكم الجمهور يعني بالنسبه لي. ان شاء الله خير. عارفين ان انت بتعملي مقالب في الفيلم وكده اهوت في اسلام عشان توقعي، ايه الاخبار دي؟ لا، هو مش انا اللي بعمل مقالب، انا بتعمل فيها لا، والحقيقه جنى هي اللي بتخطط لي، سوسه يعني ما شاء الله، فبتخطط لي كويس قوي للفيلم. يعني هي اللي بتخطط المقالب مش انا. كلمينا بقى عن كواليس العمل وتعاملك مع المخرج تامر بسيوني. والله كنت مبسوطه جدا ومطمنه يعني ومرتاحه جدا، واشتغلنا كويس قبل، يعني كانت فتره التحضير اناف ان انا ادخل يعني متمكنه شويه من الدور، والحمد لله يعني. وتامر كده كده يعني هادي ومريح نفسيا، فكان الحمد لله يعني بيدعمني. صعوبات واجهتك وانت بتصوري الفيلم؟ لا ابدا، الحمد لله. هي بس الصعوبات في ان انا كانت السوت بالنسبه لي بتخليني حرانه جدا، وكان كنا بنصور في الصيف فخسيت 7 كيلو، ده اكتر ماساه يعني عشتها يعني. طب عايزين نعرف ان انت دي اول تجربه كوميديه ليكي، انت بعد كده هو تحب ان انت تكرري تجربه كوميديه ولا عايزه تغيري من ادائك؟ والله على حسب الفكره يعني، اهم حاجه الفكره اللي تجيلي تكون عجباني، ويا رب بس ننجح في ده الاول. طب وساندي بتحضر ايه جديد؟ والله ألبومي خلاص إن شاء الله نازل قريب، يمكن على الربيع، بس لسه بسجل يعني، فاضل أغنيتين بس. ممكن غنوة بقى كده صغيرة معانا هنا في أخبار اليوم؟ متلخبطة مش عارفة ليه كده، أنا ساكتة كل ده خوافة ليه، إمتى هتجرأ وأقول هالو وأبقى على باله واشغل عيني، كل ليلة أنا باجي في سيرته للقمر وللنجوم، فين ما أكون شايلة معايا سارته وبنام حضنها كل يوم. يا ساندي نورتينا في أخبار اليوم، وكلميني بقى أنت هتقدمي لنا إيه في خطة جيمي؟ ان شاء الله انا بعمل لكم بقى خطط جميله، وبعمل لكم بقى حاجات تضحكوا قوي بقى، عشان كده تقعدوا تضحكوا بقى في السينما كده وتنبسطوا، والفيلم جميل قوي ان شاء الله تدخلوه كلكم وهيعجبكم ان شاء الله. دورك ايه بقى في خطه جيمي؟ دوري انا قريبه ساندي، والمفروض ان انا بعمل لها خطط وكده عشان تتجوز انكل اسلام. انت المخ المدبر في الفيلم. بالظبط. كلميني بقى العمل كان عامل ازاي بقى مع ساندي وانت اول مره تمثلي مع ساندي؟ كنا اصحاب جدا طبعا، وانا بحب ساندي خالص وبحبها جدا طبعا، بنلعب وكده. طب انت عرفتي توفقي بين التصوير واوقات امتحاناتك؟ هي مامي بقى اللي بتعمل القصه دي، وانا كمان مش برضه ان انا اغيب عن المدرسه، بحب اروح المدرسه قوي وننبسط هناك وبنلعب. قولي لي بقى بعد خطة جيمي هتقدمي ايه؟ لا لسه ما نعرفش حاجه، لسه ما فيش. اهلا بيكي واهلا بكل اخبار اليوم جامعتي. اهلا بيكي. مبارك لك على خطة جيمي، وعايزاك بقى تكلمني خطة جيمي بيحصل فيها ايه؟ الله يبارك فيكي. بس احنا يعني عاملين فيلم ان شاء الله يبقى فيلم مختلف عن الافلام المطروحه في السوق او الافلام حتى اللي قدمت قبل كده. ربنا يكرمنا بس يعجب الناس اهم حاجه عندنا. يعني احنا عاملين حاجه مختلفه، فيلم عائلي فاميلي شويه، يعني مخاطب تحديدا اكتر للتين ايج او الشباب الصغيرين، بس فيلم لكل العيله يعني، ممكن اي حد ينزل يتفرج على الفيلم، اهالي وباولادهم، مفيش اي الفاظ مفيش اي حاجه خارجه ان شاء الله. يعني احنا كنا مركزين على ده جدا عشان كل الناس ترجع تتفرج على السينما تاني وهم مطمنين. يعني دورك في الفيلم؟ دور الفيلم بلعب شخصيه كريم، بقابل جميله بتلعب شخصيتها ساندي، الفنانه ساندي، و بيحبوا بعض وواجهوا صعوبات كتير يعني خلال الفيلم، بعد كده في الاخر بيتجوزوا يعني. كواليس بقى العمل ومع ساندي عامله ازاي؟ لا احنا كواليس الفيلم الحمد لله كانت كويسه جدا، الحمد لله يعني كلنا كنا مبسوطين وكلنا كان قلبنا على الفيلم يعني.
فكره الافلام اللي بتشبه الافلام الاجنبيه انت شايف دي مثلا بتحقق نجاح؟ ما هو يعني لو عاملاها زيها بالظبط يبقى يعني ما اعتقدش، بس لما تختلفي او الناس تشوف ان في اختلاف او حتى لو في حاجات بسيطه اعتقد يعني الناس مش هتقول ان هو مقتبس يعني. هو لا، هي النوعيه دي موجوده في الافلام زي افلام الاكشن، موجوده افلام اكشن كتير شبه بعض، في حاجات كتير شبه بعض. بس اهلا بيكي ونورتيني. اهلا وسهلا، نورتيني. اتكلمنا عن فكره خطه جيمي وليه فكرت ان انت تقدم حاجه ديزني ستايل. زي ما قلت لك يعني اولا بتنورونا للمره الثانيه، نورتونا في موقع التصوير. خطه جيمي احنا فكرنا فكره ان احنا يعني لو شفنا ان ديزني ده فورم او ديزني دوت شكل للسينما، فاحنا كان نفسنا نقدم حاجه شبه الديزني اللي هي بتعتمد على الكوميديا والخيال والجرافيكس والحاجات اللي بتعجب الشباب الصغير اكتر. ودايما بقول ساعدنا في ده برضو مستر آدم بادل اللي هو المصور الأمريكي وليه سي في كويس جدا هناك. يعني هي كانت هي دي البداية، ان احنا عايزين نقدم يعني سنة ان احنا نقدم حاجة جديدة وحاجة نحاول ان احنا نتميز يعني. ففكرنا في فكرة ديزني يعني. استعنتوا بمصور اجنبي علشان يضيف جرافيكس للفيلم؟ لا، هو اللي صور الفيلم، مستر ادم صور الفيلم كله، الجرافيكس والانيميشن يعني ساهم بجزء من الفيلم يعني، بس هو مش هو هو الجرافيكس حاجه والتصوير حاجه تانية يعني. كلمني بقى عن فكره الفيلم. يعني برضه مش عايز اتكلم عن فكره الفيلم، ما بحبش دايما احرق الافلام، بس هي فكره ساندي بشكلها الجميل اللي هي عارفينه ليها شكل تاني في الفيلم، اللي هي بتحاول دايما تغير من شكلها عشان توصل لحبيبها عن طريق شويه تجارب كيميائيه بتقعد تلعب بيها طول الوقت، وبتوصل ساعات بتنجح وساعات بتفشل. وطبعا استاذ لطفي لبيب هو بيمثل في الفيلم دور الاب دكتور اينشتاين، وهو برضو كان بيحاول ان هو يجمل بنته او يغير منها، بس هو فشل وهي اللي نجحت في الاخر. وطبعا في احداث كتير جدا في الفيلم، وفي مجموعه كبيره معانا من الشباب ومن الناس النجوم يعني معانا في الفيلم. اختيارك لساندي كان موفق؟ انت شايفه هي ادت الشخصيه بالشكل اللي انت كاتبها فعلا في السيناريو؟ والله ساندي انا يعني ساندي مفاجاه يعني، ساندي عملت الدور بشكل الجزء الكوميدي عملته بشكل كويس، والجزء اللي فيه فيلينج عملت الفيلم بشكل يعني مثلته بشكل كويس جدا. وانا حاسس ان هي ان شاء الله هتكون مفاجاه للناس والجمهورها اللي هم عارفينها شخصيا يعني، اللي هم عارفينها اصلا يعني. انا حاسس ان هي هتبقى مفاجاه، ويمكن هي فاجأت نفسها كمان.